اخترت أكون مدير تصوير بعد ما دخلت مجال الأفلام ب 2006 و7. أمي دائماً كانت مصورة وكتير حبيت كيف كتاخد الصور. من وراها صرت أخذت كورس وصرت أتدرب على الإضاءة وبلشت أتعلم كيف ألعب بتلوين الإضاءة على البشر. فعجبني كتير كيف بقدر أغير سين أو لوكيشن على إضاءة، يعني بقدر أخليه رعب أو رومانسي أو أي شيء زي هيك بس بتغيير الإضاءة والبوزيشنينج وحركات زي هيك. مهرجان أول فيلم بالأردن كتير مهم للسوق، بيفتح أبواب للأردنيين اللي بيشتغلوا بأفلام يتعرفوا على الناس من المنطقة، منها بيقدروا يساعدوهم يتطوروا الأفلام اللي عم بيشتغلوا عليها، وهذا كتير مهم للسوق البلدي.